ينهي إذن قرعتنا سيداتي سادتي لكأس العالم 2018 هنا في روسيا. قبل أن نواصل دعونا نذكر أنفسنا فقط بكل المجموعات من جديد. نبدأ مع البلد المنظم، المجموعة الأولى روسيا في مباراة أولى أمام السعودية، كذلك في تلك المجموعة مصر ويوروغواي. المجموعة الثانية البرتغال، إسبانيا، المغرب وإيران. المجموعة الثالثة فرنسا، أستراليا، بيرو والدنمارك. المجموعة الرابعة أرجنتين، أيسلندا، كرواتيا ونيجيريا. المجموعة الخامسة البرازيل، سويسرا، كوستاريكا وصربيا. المجموعة السادسة ألمانيا، المكسيك، السويد وكوريا. المجموعة السابعة بلجيكا، بنما، تونس وإنجلترا. والمجموعة الثامنة والأخيرة بولندا، سنغال، كولومبيا واليابان. إذن جاري، ما هي المجموعة التي تبدو الأصعب؟ أظن بأن هناك مجموعات صعبة كثيرة جدا، ولكن ربما التي نراها الأكثر والتي تبرز هي المجموعة الثانية مع البرتغال، إسبانيا، الأجوار والمغرب. كذلك منتخب قوي جدا في التصفيات، وإيران أيضا منتخب يجب أن يخشاه الجميع. يبدو بأن هذه المجموعة ستكون صعبة جدا. دعونا نرى رأي أحد